السلام عليكم، صباح الخير عليكم، مرحبا بكم جميعا الأصدقاء ديالي، العائلة، عائلتي الثانية اليوتيوب. مرحبا بكم كاملين. فيديو جديد، هذا الفيديو اللي خصصته شكر لواحد الإنسان. واحد الإنسان كان عطاني واحد الحاجة ولا واحد الهدية، عطاها لي هذه أكثر من عشرين عام، وهذيك الهدية بقيت محافظة عليها كيف ما قلت لكم، هذه أكثر من 20 عام. وهذيك الهدية ما كانتش كتفرقني، دائما كانت معايا في حياتي اليومية، كنت ديما يعني ما ك جو مي سيبار با هذاك الحاجة، كانت ديما معايا. المهم ما نطولش عليكم ونخليكم تكتشفوا شنو هي هاد الهدية وكيفاش كانت معايا دائما وعلاش زعما حافظت عليها والاهميه ديال الهديه. والمهم نخليكم مع الفيديو، ما نطولش عليكم بزاف. اللي ما ابونيش ابوني ويدير اشتراك ويفعل الجرس، وما تنساونيش بلي لايك ولي كومونتير ديالكم. ودابا غادي نوريكم هاد الحاجه الثمينه اللي احتفظت بها اكثر من 20 عام، واللي زعما كيف ما قلت لكم ساعدتني في حياتي بزاف بزاف، وكانت كت زعما كان عندها واحد الدور مهم في حياتي بزاف بزاف. المهم نخليكم معها بزاف، هذه تستغرب وغادي يجي زعما شي حاجه غريبه. المهم هذه هي الهديه اللي احتفظت بها اكثر من 20 عام، راني شويه تكرفصت عليها لحقاش كنت ديما هزاه معايا في الصاك، هذاك الشيء علاش راه تكرفص شي شويه والغلاف طار ليه. هذا كتيب صغير فيه الادعيه والاذكار. فاش كنت كنقرا في الاعدادي كان الاستاذ ديالنا فرق علينا هاد الكتيب اللي فيه الادعيه والاذكار، وهاد الكتيب كيف ما قلت لكم بقى عندي ديما كنديرو في الصاك ديالي وديما معايا في الصاك ديالي. يعني شادي نقول لكم، تزوجت، درت ولادي، زعما تبدلات حياتي، دعوا لي بزاف ديال الحوايج، دعوا لي بزاف ديال لي سوفينير ديالي، مشاو لي بزاف ديال التصاور ديال العائله، ويعني بزاف ديال الحوايج مشاو لي. وهذا سبحان الله العظيم بقى معايا دائما كان معايا، وكنت دائما كنحلو كنبقى نقرا هذوك الادعيه وشحال من الادعيه اللي زعما حفظتهم، وكنت ديما هزاه معايا. المهم هاد الكتيب بعدا كنبغي نشكر هذاك الاستاذ، كان استاذ ديال التربيه الاسلاميه، سميتو استاذ سليم، كان استاذ ديال التربيه الاسلاميه في الاعداديه ديال باب الريافه في البطحه في فاس. تنتمنى يشوف هاد الفيديو وتنتمنى يوصلوا الشكر ديالي، ونبغي نقول له بلي ها هو هذا الكتيب ديالك اللي عطيتيني بقى معايا، احتفظت به هذه اكثر من 20 عام، وها هو هذا مازال معايا. ويا ريت يا ريت يا ريت بارطاجيو هذا الفيديو، ويا ريت تبارطاجيوه مع الاحباب ومع لي زامي ديالكم، لحقاش فريمون بغيت يوصل هذا الفيديو لهذاك الاستاذ سليم. ما عرفتش زعما انا دابا كنعيش في فرنسا وهادي شحال لما مشيت لفاس وزعما ما عمرني تلاقيت بيه. المهم كما قلت لكم استفدت انا من هاد الكتيب بزاف بزاف بزاف، وكان ديما معايا. والهدف ديالي من هاد الفيديو هو انني نقدم الشكر الخاص لهاد الانسان اللي ما عرفتوش لا واش في الحياه ولا في الممات، الا كان حي كيف ما قلت لكم كنتمنى الله يرحم، تنقول ليه الله يرحم لك الوالدين، وزعما العمل ديالك راه يعني شي حاجه مهمه بالنسبه لي انا، بعد انا بالنسبه لي يعني نفعني بزاف هذاك الكتيب. وإلا كان توفى الله يرحمه الله يرحمه، وهذه
نقرأ لكم واحد الدعاء ديال تفريج الهم والكرب، بنية إن شاء الله يفرج علينا ربي ويرفد علينا هذا البلاء يا ربي يا ربي آمين. المهم كلكم قولوا آمين يا ربي معايا. لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. ربي ان شاء الله يسمع الدعاء ديالنا ويرفد علينا هذا البلاء ويفاجئها على ام سيدنا محمد كامله. ونتمنى الاخوان والاخوات اللي شاف هذا الفيديو يبارطاجيه. نتمنى هذه رساله الشكر توصل لهذاك الانسان، واللي تنقول له الله يرحم لك الوالدين الله يرحم لك الوالدين، والله يجعلها صدقه جاريه اللي تنفعك في الممات، واللي تنفعك في الحياة وفي الممات، والله يسمح لنا كاملين والله يغفر لنا كاملين. وشكرا لكم على التتبع ديالكم لهذا الفيديو، وشكرا على المتابعة ديالكم وعلى الاشتراكات ديالكم وعلى الآراء ديالكم اللي كتهمني بزاف بزاف، وعلى الانتقادات ديالكم حتى هي مرحبا بها، وعلى راس وعينيا اللي كتساعدني انني نزيد القدام وانني نحسن المحتوى ديالي. وشكرا لكاع الناس اللي متبعيني، وشكرا لكاع الناس اللي كيحفزوني واللي كيعطوني واحد الطاقة إيجابية باش نزيد القدام وباش ندير فيديوهات أكثر وباش نعطي أكثر. وشكرا للجميع كلكم كلكم، وكنبغيكم وكنموت عليكم، وكيف ما قلت لكم كنعتبركم عائلتي الثانيه. الناس ديال اليوتيوب والمتتبعين ديالي كنعتبركم العائله الثانيه ديالي، وكنبغيكم كاملين وبسلامه عليكم، ويا ربي تكونوا ديما بخير وعلى خير. بسلامه عليكم.